احنا لازلنا بنواصل الكلام على عناصر البي دي سي، فسبق قبل كده وكلمنا على البيت بادي والبيت بروفايل والبيت بليدز، وابتدينا نتكلم على موضوع البيت كاترز. اول حاجة اتكلمنا عليها في موضوع الكاترز اللي هي الباك ريك انجل، وان شاء الله النهاردة هنتكلم على خاصية جديدة اللي هي للشامفر اوف كاتر. تعريف للشامفر هو وجود سطح متدرج ما بين سطحين متعامد. للشامفر انجل هي الزاوية المحصورة ما بين السطح الاصلي وما بين السطح المتدرج، واتساع المسافة ما بين بداية الشامفر سيرفيس ونهايته فدي بتسمى للشامفر وايد او للشامفر هايد. ولما نيجي بقى نطبق الكلام ده على البي دي سي كاترز هيبقى للشامفر هو المساحة الخضراء اللي موجودة قدامنا في السطح، وهنا هتبقى للشامفر انجل اللي هي الزاوية المحصورة ما بين السطح الموازي للدايموند تيبل وبين للشامفر سيرفيس. وزي ما عرفنا قبل كده ان التشامفر وايد هي المسافة ما بين بداية التشامفر سيرفيس ونهايته اللي هي المسافة ما بين الخطين المتوازيين البيض دول واللي قدامهم السهم الاصفر ده. الخاصية البسيطة دي اللي ممكن ما تكونش ملحوظة لينا كدايركشن دريلرز في غاية الأهمية بالنسبة للبيت ديزاين، وبتأثر على البرفورمانس بتاعة الدقاق من حيث الديورابيليتي والار او بي افيشنت. في الكتر اللي قدام ده هلاحظ ان الخط الموازي للدايموند تيبل فيس والجوانب حاد مفيش فيه اي تدريج، وهو ده الزيرو ديجري شيم. وده كان هو شكل الكتر اول ما طلعت البي دي سي، وصحيح هو بيعمل ار او بي كويسه نتيجه الجود انجيجمنت مع الفورميشن، ولكنه بيكون عرضه للتشيبنج وانه يتكسر نتيجه الامباكت بسهوله، ولذلك لا يحبذ ان هو يستخدم الا مع الفيري سوفت فورميشن. هنا الاتش زي ما احنا شايفين ابتدت تتنعم، وزي ما قلت قبل كده ان احنا في لغه الصناعيه يقول لك ان هو بيكسر السوكه، ودي 12 ديجريز. ونظرا لان الزاويه لسه صغيره فبرضك هتعمل ار او بي كويس، ولكن طبعا لازال امكانيه تعرضها للتشيبنج هتبقى اسهل. هنا الزاوية بقت أكبر 16 درجة، وده بيعتبر الأوبتيمم كومبينيشن ما بين الديورابيليتي والآر أو بي، وهو الأكثر شيوعا بين الكتل. أما إذا زودنا الزاوية ل 20 درجة صحيح ده هيزود الديورابيليتي بتاعة الكتل، ولكن في نفس الوقت هيبقى very slow ROB، ولا ينصح بالزاوية العالية دي إلا في حالة ال very hard formation. ملخص موضوع قيمة الزاوية إن الزاوية كل ما كانت صغيرة كل ما كان الكاتنج ايدج هيبقى more steep، وبالتالي هيبقى better engagement مع الفورميشن، هيعمل faster ROB، ولكن طبعا في المقابل تعرضه للتشيبنج هيبقى اعلى. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي للتشامفر سيرفيس ايهما افضل، النارو سيرفيس ولا الوايد سيرفيس، التجارب اثبتت ان كل ما كبر للشامفر سيرفيس فده هيكون ليه مقاومه للامباكت اكتر،
وبالتالي هيطول عمر الكاثر، هيطول عمر الدقاق، هيعمل فوتج اكبر، هيبقى التوتال ار او بي بالران احسن. كالعاده بتمنى ان يكون الموضوع ده نال اعجابكم، وان شاء الله المره الجايه نكمل مع بعض موضوع البي دي سي كاثر.